زياد الدريس نائب رئيس المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو والمندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى المنظمة. أنا بلا مجاملة لن أقول راضي، لكني معجب جدا بمستوى التنظيم لهذا المنتدى، ويمكنني واكبته من سنوات أيضا سابقة، لكني أراه يتصاعد يوم بعد يوم في مستوى التنظيم ونوعية المشاركة، وقلت بأنه أصبح هو دافوس الإعلام العربي والإعلاميين العرب. أعتقد أن القائمين على المنتدى أحسن الاختيار، وهم متنبهين إلى الحدث الذي يشغل الناس الآن، اللغة العربية وتحريك وتطوير اللغة العربية هو حدث يشغل ليس العالم العربي فقط بل حتى المنظمات الدولية، وبالتالي أنا أعتقد أنهم كانوا ماهرين جدا في اصطياد اللحظة المناسبة للحديث عن اللغة العربية.